من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، والعبرة بالنهاية. هذا الكلام ينطبق على جميع أنواع الصراعات، ابتداء من الخلافات البسيطة وانتهاء بالحروب الكبرى بين الدول. فالنصر في معركة أو حتى في عشرة لا يعني النصر في الحرب. فإذا عدنا قليلا إلى التاريخ، سنجد أن معظم الانتصارات الكبرى وجدت قبلها هزائم كبرى. ولأننا سنتحدث عن روسيا، فأفضل مثال على ذلك الحرب العالمية الثانية، التي حقق فيها الألمان انتصارات كاسحة في الأشهر الأولى من المعارك. وصلت انتصاراتهم درجة أن انتشرت دعايات وسط صفوف الجيوش التي يقاتلونها بأن الألمان بشر من نوع آخر، أي أن أعداء النازية كادوا أن يصدقوا ادعاءهم في تفوق العرق الألماني الأبيض على باقي الشعوب. حتى أتذكر قصة قرأتها في التسعينيات، مفادها بأن ضابطا روسيا أخذ مجموعة من الجنود معه وتسلل إلى معسكر للجيش الألماني فقط ليريهم بأنهم بشر مثلهم، وبأن لا داعي للخوف منهم في المعركة المقبلة. ورغم كل هذه السمعة والانتصارات التي حققها الألمان، إلا أنهم انهزموا هزيمة ساحقة في العام 1945. وبعدما توقع معظم العالم الغربي والشرقي أن تتضرر روسيا كثيرا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها أمريكا ودول عديدة حول العالم، ها هي الآن وبعد مرور أشهر من هذه العقوبات أقوى مما توقع الجميع، بما فيهم أنصار روسيا أو الروس أنفسهم. فكيف حدث ذلك؟ ومن هي الدول العربية التي ساهمت في تخطي روسيا لأزمتها الاقتصادية حتى الآن من خلال الالتفاف على العقوبات الغربية؟ وكيف صارت الحرب فرصة لهذه الدول العربية؟ كل هذا وأكثر ستعرفونه في هذا الفيديو. وإن كنت تشاهد القناة لأول مرة فأدعوك للاشتراك. الاقتصاد هو عماد الحروب، وبلا اقتصاد يدعم الماكينة العسكرية لا يمكن لأي دولة أن تنتصر في الحرب. والاقتصاد الروسي الذي توقع معظم العالم انهياره، ها هو يحقق مكاسب مالية كبيرة بسبب العقوبات التي فرضت عليه. نعم، العقوبات ساهمت في تحقيق روسيا للمكاسب على طريقة المثل القائل رب ضارة نافعة، وذلك من خلال الالتفاف على تلك العقوبات بمساعدة دول عربية. ورغم أن العقوبات صممت لتمنع روسيا من بيع نفطها إلى العالم، إلا أن موسكو صارت تضخ ما يقرب نفس الكمية التي كانت تبيعها قبل فرض العقوبات عليها، وصارت بذلك تحقق أرباحاً أكثر بكثير مما كانت تحققه من نفس الكمية قبل الحرب، وذلك بسبب الأسعار المرتفعة للنفط مقارنة بأسعارها في ذلك الوقت، وهو الشيء الذي يساهم في إدخال مبالغ طائلة إلى الخزينة الروسية لتستخدمها موسكو في دعم عجلتها العسكرية في أوكرانيا ولتوفر الاحتياجات الاقتصادية للشعب الروسي. وبسبب نقص المخزون وارتفاع الطلب العالمي على النفط، صار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يملك قوة اقتصادية كبيرة تدعمه في اتخاذ قراراته وفرض شروطه في التعامل مع القضايا الخارجية. وتراجع الدول الغربية وحلفائهم عن شراء النفط الروسي دفع روسيا إلى تخفيض سعره كثيرا، وهو الشيء الذي تستغله الصين وتركيا ودول أخرى بما فيها دول عربية تستخدم أساليب خادعة، وقد يسميها بعضكم أساليب مبتكرة، لتحقق أرباحا طائلة من النفط الروسي. وسأذكر لكم تفاصيل الخدعة بعد قليل، بعد أن أخبركم بحجم الصادرات الروسية من النفط حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن الخبيرة الاقتصادية في معهد التمويل الدولي إلينا ريباكوفا بأن روسيا جنت 97 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز حتى يوليو تموز الماضي، وأن 74 مليار منها من النفط. وهذا الرقم يجب أن يشكل خوفا كبيرا بالنسبة للدول الغربية،
أما الدول العربية التي تشتري النفط الروسي وتحقق أرباحاً طائلة منه فهي كل من السعودية والإمارات ومصر بطريقة غير مباشرة، إذ أن شحنات من صادرات زيت الوقود الروسي وهو نسخة مكررة قليلاً من الخام تتجه إلى السعودية والإمارات، وغالباً تتوقف السفن المحملة لها في مصر. ولتفادي العقوبات ولتجنب الدخول في قصة دعم الاقتصاد الروسي، تقوم السعودية بحرق النفط الذي تستورده من روسيا إما في محطات الطاقة الخاصة بها أو أنها تقوم بتصديره عبر ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعدما يتم مزج الزيوت الروسية مع الزيوت الإيرانية لتشكل زيتاً جديداً لا يمكن اكتشاف مصدره من قبل الدول الغربية، حينها فقط يقومون ببيعه بأسعار السوق بعدما كانوا قد اشتروه بأسعار رخيصة من روسيا وإيران. وكل هذه المعلومات مصدرها صحيفة وول ستريت جورنال. وقد يتغاضى البعض عما تفعله السعودية والإمارات بالتعاون مع مصر لأنه يساهم في زيادة العرض في السوق، ما يشكل سبباً في كبح أسعار النفط وعدم ارتفاعها. وهنا يتبين لنا لماذا ترفض كل من السعودية والإمارات الطلب الأمريكي والغربي في زيادة إنتاج النفط. وبعيداً عن الأسباب السياسية والبحث عن مقابل من أجل ذلك، فمن مصلحة كلتا الدولتين أن يبقى الحال على ما هو عليه ليحققا المزيد من الأرباح، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن معظم دول العالم تضررت من الهجوم الروسي على أوكرانيا، باستثناء عدد قليل من الدول التي حققت أرباحاً طائلة من الحرب بسبب ارتفاع أسعار النفط. وعلى رأس هذه الدول الدول العربية المصدرة للنفط وأولها السعودية. لذلك صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤخراً بأن أوبك قد تخفض إنتاج النفط بعد تقلبات أسعاره في الأسابيع الأخيرة، رافضاً ضغوطاً أمريكية لضخ المزيد من أجل خفض الأسعار، أي أن السعوديين صاروا يبحثون عن رفع الأسعار لتحقيق مكاسب أكثر. وهذه طريقة غربية بحتة في التعامل مع السوق. وهنا يبدو واضحاً كيف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتعامل مع موضوع النفط كموضوع تجاري، وربما هو ينظر إلى الأوضاع الحالية كفرصة لتحقيق الربح كما تفعل أي شركة نفط أمريكية أو غربية. كما وأن العديد من الشركات العملاقة العاملة في مجال النفط والتجارة افتتحت أفرعا لها في دبي لتتجنب العقوبات الغربية بسبب تعاملها مع الشركات الروسية. فالإمارات اختارت أن تكون على الحياد في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهو الحياد الذي تعلمته من سويسرا، لتتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي مهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها أوروبا. وبالعودة إلى من يضحك أخيراً يضحك كثيراً، فالحرب لا تزال مستمرة ولا رابحة حتى الآن، والشتاء المقبل سيبين الكثير من الأمور، وسيتضح أكثر من الذي يملك اليد العليا في لعبة التجارة والاقتصاد، وبالتالي في اللعبة السياسية. فما رأيك، روسيا أم أمريكا؟ من الذي سيضحك أخيرا؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.